نقول لك علاش يقدم راه يقدم ليه علاش راك نعطيك انا نعطيك احصائيات يا اخي نهضروا احنا احصائيات اسمح لي شيخ مع المنتخب الوطني قدم مستوى مميز اللي كاين نتحدث بكل صراحه استمراريه في المشاركه ويشارك مع الفتح باستمرار يعني. وعلاش في الفريق الوطني عنده خبره مع المنتخب الجزائري اكيد انا قصدي من افريقيا لعب قبل كاس افا كاس العرب اللي لعبوها لعب نظن انه بعد كاس الاولمبيه لي جوز اولمبي لي جوز اولمبي 2016 دارها مو في المستوى موراها لعب كاس العرب والناس كاع شافت المستوى تاعو كان اساسي وتوج الفريق الوطني بكاس العرب بعدها كاس افريقيا اللي فاتت الهدف الواحد اللي سجل شكون سجله بندبكه صحيح وقدم المباريات اللي لعب فيها قدم المستوى علاش ما تعطيلوش الاستمراريه وتعطيلو هذيك الثقه اللي راك تمدها للاعبين صحيح اللاعب غادر في صمت المنتخب الوطني لم نشاهد اي استدعاء لهذا اللاعب منذ رحل بالمنتخب علامة استفهام انا بالنسبه لي مانيش نهضر انا كعم اللاعب راني نهضر لك انا كمدرب راني الان وانا واش شفت انا باسكو بحكم انني نتابعوا من الصغر والقرابه اللي بيني وبينه تبعته علي تخليني نكمل